وتأسيس مراكز بحث ومؤسسات مدنية في هذه الجهود ومساهمات في بناء الوطن من خلال الوفاء. Aujourd'hui, nous savons que le monde est en panne de. تتفق اليوم أو يتفق خبراء العلوم السياسية. إن رعاية السيد الرئيس لهذا الحدث تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر للدبلوماسية الروحية كمقاربة فريدة تساهم في تعزيز السلم والاستقرار في قارتنا الإفريقية. هناك سمة أخرى في تميز العلاقات الجزائرية الإفريقية، أنها تحررية وذات طابع إنساني وديني منذ الفتح الإسلامي إلى اليوم، كما أن الثورة التحريرية ودولة الاستقلال جددت هذه المصاهرة الرمزية والتاريخية والنسبية والاقتصادية مع إفريقيا وبالخصوص الغرب الإفريقي. Donc il est grand temps qu'une tariqa comme la Tijaniya prenne une initiative de cette nature pour répondre à des questions qui se posent à toute l'humanité. Nous avons essayé toutes les solutions pour la diplomatie. Nous savons que il y a beaucoup de canaux qui existent et qui ont fait leurs preuves mais qui ont aussi montré leurs limites. هذا يدل على تأثير الزاوية ويدل على أنه هذا الموضوع يحظى باهتمام كبير والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله هناك توصيات ستكون مهمة جدا. طبعا خلال هذا المؤتمر كان هناك ورشتين مهمتين تتجاوز الإطار النظري، هناك الورشة الأولى حول مفاهيم التصوف ومقارباتها المختلفة، والورشة الثانية حول كيف نحول الطرق السفلية إلى أداة لحلحلة الأزمات، وهذا شيء مهم حقيقة لفلحت فيه إدارة هذا الملتقى.